إليكم اليوم الجزء الثاني من أفضل 10 مسلسلات كرتون لتعلم اللغة الإيطالية فوق ومعنا. في المركز الخامس جاء مسلسل بوليانا، تلك الفتاة الصغيرة التي تشاع بالإيجابية والحماس على الرغم من المواقف والظروف الحزينة التي تتعرض لها. بوليانا تصحح نظرة كل من يقابلها للحياة، تسعى للسعادة رغم صعوبة الحصول عليها. في المركز الرابع جاء مسلسل ليدي جورجيا، هي الأخرى فتاة صغيرة نشيطة إلى حد التهور في بعض من الأحيان. في حياتها سر كبير عندما تكتشف تنقلب حياتها رأسا على عقب، ولكنها تصارع من أجل الحياة. في المركز الثالث لافلي سارة، كيف تعيش فتاة صغيرة مترفة؟ أبيها يمتلك أكبر منجم للماس في العالم، حياة الفقر والعوز. هل تستطيع مجابهة تلك الحياة والتغلب عليها؟ المسلسل درس في التسامح وحسن معاملة الآخرين على الرغم من فظاظتهم. المركز الثاني من نصيب دول شريمي، ذلك الصبي الذي تم اختطافه وهو صغير ويعيش في كنف عائلة فقيرة. يقوم رب الأسرة ببيع لفنان متجول، وتبدأ رحلة ريمي مع الشقاء، ولكن في تلك الرحلة يتعلم الكثير من الأشياء التي تؤثر على مسيرة حياته. المركز الأول من نصيب مسلسل، الشخصية الرئيسية به محبوبة حتى الآن في إيطاليا، ويعد دورياً على قنوات إيطاليا المحلية، مسلسل ليدي أوسكار. هو مسلسل تاريخي مليء بالأحداث الدرامية في فترة صعبة من تاريخ فرنسا، فترة ما قبل وأثناء الثورة الفرنسية. على الرغم من أنها فتاة رقيقة، إلا أن الأب أصر أن يربيها كصبي حتى تصير من حراس الملك لويس الرابع. المسلسل مليء بالدراما والرومانسية والأحداث الشيقة التي تجعلك تستمر في مشاهدة المسلسل حتى النهاية، وإن كانت النهاية غير متوقعة من الجميع. قدمنا لكم الجزء الثاني من أفضل 10 مسلسلات كرتون باللغة الإيطالية، شكراً لمتابعتكم.